can fly. السلام عليكم أصدقائي، كيف كانت أخباركم؟ اليوم جيتكم وأخيرا بشرح ثاني، ولا تنسونا من الاشتراك واللايك والكومنت. يلا نبدأ. هلأ أولا أنا رح أعلمكم كيف تلعبوا بفاني فريستايل، ما رح أعلمكم بصم كيف تروح ميد أو توب، أنا رح أعلمكم بشكل عام وأنتوا بتتعلموا لحالكم بعدين كيف تنتقلوا وهالقصص هاي. رح حاول ابتكر طريقة جديدة لتعليم فاني وان شاء الله تعجبكم وتكون ناجحة. هلا خلينا نبلش بالحبل الواحد. اذا بتطلعوا على الخريطة، اذا بنضل كابسين على المهارات التانية وبنطلع على الخريطة، فبتلاحظوا انه في خط ابيض طالع، هذا بيرجيك طول الحبل تبع فاني. يعني اذا بوقف هون وبكبس الحبل رح ضل واقف بمكاني وما رح اتحرك لانه الحبل ما وصل على الحيط، فبدنا نحاول دائما ننتبه لهذا الموضوع. فمشان هيك بدنا نحاول نضل نزل تحوال هيك لنحفظ الخريطة بشكل كامل قدر المستطاع. وعقد ما انت بتلعب بفاني على قد ما انت بصير عندك دقة بالحبال اكتر. الحبل الواحد طبعا كثير مفيد كثير اشياء، يعني مو تقول انه الحبل الواحد تافه وسهل. الدليل على هذا الشيء انه السبام بصير بحبل واحد. طبعا السبام شيء مهم كثير بفاني، والسبام هو هذا الشيء وتسفح على الحيط اللي هو هاد. طبعا انا ما رح اعلمكم السبام بهذا المقطع، انا رح اعلمكم اياه بالجزء الثاني او الثالث. فمشان هيك طبعا بدنا نحاول نتعلم على الحبل الواحد بشكل كامل، نحاول ما نضيع حبال ونحاول نستفيد اكبر قدر ممكن من الانرجي، ما نضيعها على الفاضي. مثل ما قلت لكم اول شيء بدنا نحاول نحفظ دائما الحبل لوين بوصل، ونحاول نحفظ طول الحبل، يعني الحبل لوين اكثر شيء ممكن يوصلني. كنت تحاولوا تزيدوا حبال بكل مكان بالخريطه لحتى تحفظوا الخطة بشكل كامل وتشوف وقت تكون بهذا المكان لوين ممكن توصل بحبل واحد. هلا بلا ما نضيع وقت اكتر خلينا نبلش بالحبلين. هلا بالنسبة للحبلين، فكرة الحبلين مأخوذة من مسلسل اتاك اون تايتن او هجوم العمالقة، وكمان من فيلم سبايدر مان. اذا انت شايف هجوم العمالقة او فيلم سبايدر مان رح تكون فاني كتير سهلة بالنسبة لك، لانه فاني ماشي على نفس التكتيك. يعني مثل ما بنشوفوا هلا هون الحبلين شكلهم كتير بسيط وما له صعب. هلا مثل ما بنشوف هون، اذا مثلا احنا بدنا نروح لهذا البرج، فبزت حبل على يساره وحبل على يمينه، يعني يسار يمين فوصلت. فبدك تحاول دائما الهدف تبعك يكون منتصف المسافة بين الحبل الاول والحبل الثاني. يعني مرة تانية بدي اروح للبرج، حبل يمين حبل يسار فوصلت للنص بكل بساطة. بس بدها شوية حفظ للخريطة مشان تعرف الحيطان وتحاول ما تضيع اي كيبل او حبل. هذا الشي كتير بسيط وما له معقد ابدا، يعني بدك بس تحاول تحط الهدف يكون بالنص، حبل يمين حبل يسار، فبتوصل بكل سهولة. حبل يمين حبل يسار فوصلت، شي مالو معقد سهل بس بده شوية سرعة وتمرين. فانت دايما بدك تفوت على الكوستوم مود وتقعد تزيد حبال وتخلي ايدك تاخد هالسرعة وعلى الحيطان وهيك لتحفظ الخريطة بشكل كامل وتصير سريع شوي بالنسبة لزيادة الحبال. وهذا التكتيك الاساسي تبع فاني. بس طبعا فاني بدها وقت، يعني بدك اقل شي 200 جيم لحتى تصير تقدر تلعب فاني بالرانك. قبل هيك حرام تلعب فيها بالرانك. وطبعا بدنا نحاول كل يوم نلعب بكوستم مود وهيك نتعلمها بشكل سريع وما تلاقي اي صعوبة بلاك فاني. وهيك رح انهي فيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. طبعا هذا الجزء الاول من تعلم على فاني، رح يكون في اربع اجزاء، والجزء الرابع رح يكون اجوبة عن اسئلتكم بالنسبة لفاني، رح يكون كله عملي. وانتظروني بكرة بالجزء الثاني ان شاء الله. شكرا على المشاهدة.